السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي. إن شاء الله هنبدأ النهاردة، هنتابع معاكم عملية البناء الضوئي. كان الحلقة الماضية اتكلمنا عن آلية عملية البناء الضوئي، واتكلمنا عن معادلتين، واتكلمنا إن في عالم اسمه فان نيل. فان نيل ده عمل استخدم النظائر في إثبات أن الأكسجين الناتج بسرعة سريعا كده عشان ما حضرش معانا الحلقة اللي فاتت. الأكسجين الناتج كان من المية وليس من ثاني أكسيد الكربون. استخدم نظيرين للأكسجين 16 وإيه و18. لما رقم النظير رقم 18 مع المية خلاص كان الناتج إن الأكسجين طلع نظير إيه 18. لما عملوا 16 وعملوا نظير الأكسجين في ثاني أكسيد الكربون 18 والأكسجين الموجود في المية 16، كان الناتج إيه؟ إن الأكسجين الناتج كان كام؟ 16. هنبدأ النهاردة التفاعلات الضوئية، أو اللي إحنا بنقول عليها التفاعلات الضوئية والتفاعلات اللا ضوئية. في عالم اسمه بلاكمان، هذا العالم اكتشف إن فيه نوعين من التفاعلات التي تحدث لإتمام عملية البناء الضوئي. في تفاعلات ضوئية، وتفاعلات لا ضوئية. تفاعلات ضوئية وتفاعلات لا ضوئية. التفاعلات الضوئية والتفاعلات اللا ضوئية اللي بتحدث في النبات لإتمام عملية البناء الضوئي. التفاعلات الضوئية ممكن نعملها في جدول سريعا كده. التفاعلات الضوئية والتفاعلات اللا ضوئية نعملها في جدول. التفاعلات الضوئية نعملها في جدول ليه؟ لأنها مهمة. والتفاعلات اللا ضوئية، هل الكلام ده ممكن يجي؟ التفاعلات الضوئية والتفاعلات اللا ضوئية، مقارنة سريعة كده. أين تحدث التفاعلات الضوئية؟ مهمة. يبقى مكان الحدوث، مكان حدوثها هنا عندي في الجرانة. الجرانة ده ايه يا مستر؟ في البلاستيدة الخضراء. البلاستيدة الخضراء مكررة علينا ورسمناها، ونرسمها تاني ان شاء الله. التفاعلات الضوئية، تفاعلات اللا ضوئية بتحدث في الستروما. ايه هي الستروما ديت؟ ارضية الايه؟ البلاستيدة الخضراء. الارضية نفسها نشوف الرسمة حالا ان شاء الله، نرسمها حالا، نفكر نفسنا كده بسرعة. العامل المؤثر، يعني العامل اللي بيشتغل معاه ايه؟ المؤثر هنا الضوء من نفس اللفظ. هنا درجة الحرارة، يبقى بتعتمد بعد ربنا على درجة الحرارة. طيب رقم ثلاثة، النواتج اللي بتطلع. هيدروجين بيتحد، زي ما هنشوف دلوقتي في الحلقة بتاعت النهاردة، يتحد مع الناد بي فيعطي ناد بي اتش 2. يعني بياخد الهيدروجين عشان ما يتحدش مع الاكسجين تاني، زي ما هنشوف دلوقتي ان شاء الله. تاني حاجة بتطلع الايه؟ الاكسجين كناتج ايه؟ لعملية البناء الضوئي. ناتج ثانوي لعملية البناء الضوئي. طب في حاجة تانية؟ طاقة اسمها اي تي بي، خدناها في اولى ثانوي في الدرس الاولاني في الكربوهيدرات. يبقى الوقت النواتج عندي H2 بيتحد مع ناد B فيعطي ناد B H2. O2 ناتج ثانوي لعملية البناء الايه؟ الضوئي. طاقة ايه؟ ضوئي. هنا مركب ثابت كيميائي، ثابت كيميائيا، ده نحفظه زي اسمنا النهاردة على ما ناخده بالتفصيل BGAL. يبقى في مركب ثابت كيميائي اسمه بيجال، بي جي اي ال،
طبعا ده يتاخد بالتفصيل في الحصص القادمة إن شاء الله. وحاجة تانية بيطلع معايا نشا، نشا بروتين، بروتين دهون، الكلام ده كناتج من نواة عملية ايه؟ البناء الضوئي. خلاص كمركب عالي الطاقة، عالي الطاقة. في حاجة تانية بتطلع المي. يبقى انا عندي هنا عملت مقارنة سريعة جدا جدا ما بين التفاعلات الضوئية والتفاعلات اللا ضوئية بسرعة مع بعض كده، مكان حدوثها في الجرانة. هي فين الجرانة؟ نفكر نفسنا حالا برسمتها الوقت. الستروما الأرضية نفسها بتاعت الايه؟ البلاستيدة الخضراء. العامل المؤثر هنا الضوء، العامل المؤثر هنا ايه؟ درجة الحرارة. النواتج عندي 3 حاجات، هيدروجين بيتحد مع الناد بي فيعطي ناد بي اتش 2. اذا الناد بي بيلتقط الهيدروجين عشان ما يتحدش مع الاكسجين تاني. طب الاكسجين ناتج ثانوي لعملية البناء الضوئي، طاقة اي تي بي، طاقة اي تي بي ادينين تراي فوسفات، خلاص، او ادينين ثلاثي فوسفات، خدناها في اولى سنه وفي الاحياء في الباب الاولاني، وقلنا اسمها عمله ايه؟ الطاقه. هناخدها بالتفصيل برضو السنه دي. مركب ثابت كيميائي بيجال نشا بروتين دهون كمركب عالي الطاقه وفيه ايه؟ مي. خلاص نفكر نفسنا كده برسمه مبسطه للبلاستيده قبل ما نبدا التفاعلات الضوئيه اللي هناخدها النهارده ان شاء الله. البلاستيده في غلاف مزدوج، غلاف مزدوج، قلنا فيه أقراص الجرانة، أقراص الجرانة، أقراص الجرانة حوالي من 15 قرص بهذا الشكل. خلاص ومثلناها زمان، قلنا زي صواني مرصوصة فوق بعضها. أنا بقول صواني ليه؟ يعني مثل، يعني في بعض الناس ممكن يتريقوا على المثل، ولكن هو كلام صح 100%. دي مرصوصة كأنها صواني بالظبط في مصنع حلويات. الصواني بتحط في قلبها حاجة، إيه الحاجة اللي هنا بقى؟ يبقى الأقراص الجرانة فيها الإيه؟ مادة الكلوروفيل. يبقى مكان الحلويات بتبقى مادة إيه؟ الكلوروفيل. ومادة الكلوروفيل حلويات بالنسبة لعملية البناء الضوئي. في بعض ناس سألهم في الحلقة الماضية ما أهمية البلاستيدة الخضراء في النبات. البلاستيدة الخضراء موجودة اللي أنا برسمها دلوقتي دي اسمها البلاستيدة، عشان لازم نفهم إحنا بنعمل إيه. والبلاستيدة الخضراء مش موجودة إلا في النباتات والطحالب، خلاص، وبعض أنواع البكتيري، مش موجودة في الإنسان. البلاستيدة الخضراء فيها أقراص الجرانة، أقراص الجرانة قلنا من 15 تقريبا قرص، يبقى دي اسمها أقراص الجرانة. طب أنا برسمها ليه الوقت؟ مطلوبة، خلاص، أقراص الجرانة، خلاص، ديت اللي بيحدث فيها التفاعلات الضوئية اللي هنشرحها حالا إن شاء الله. طيب تاني حاجة الأرضية نفسها، الأرضية اللي أنا بعملها نقط دي، الأرضية دي فيها إيه؟ اسمها الستروما، الستروما. يبقى الستروما ده هي، وأحيانا بيقولوا الحشوة، الحشوة. يبقى الستروما أو الحشوة ديت اللي بيتم فيها التفاعلات الإيه؟ اللاضوئية. طب البلاستيدة الخضراء أنا استفدت منها بإيه؟ فيها أقراص جيران، أقراص الجرانة بها أولا بلاستيدة خضراء موجودة أو تكثر في الجزء السفلي من النبات، الجزء العلوي من النبات المعرض للضوء. يبقى أقراص الجرانة فيها مادة الكلوروفيل، فايدتها إيه؟ وردت على الناس اللي طلبهم وسألوا أهمية تمتص الطاقة الضوئية وتحولها إلى طاقة إيه؟ كيميائية. طب أنا عاوز طاقة كيميائية لإيه؟ لإتمام عملية الإيه؟ البناء الضوئي. يبقى فيه هنا اهو ماده الكلوروفيل جوه النقط اللي انا عاملها جوه ديت، اما النقط اللي انا عاملها بره ديت اسمها ايه؟ الستروم. بقيه الرسمه عشان بعض الناس كده بيدققوا على حاجات معينه، ده بنقول غشاء مزدوج او غلاف ايه؟ مزدوج. خلاص طبعا في دي ان ايه، دي ان ايه هنا، وفي حبيبات ايه؟ نشا، حبيبات نشا. دي رسمه مين؟ البلاستيده الخضراء. مهمه في كلامنا النهارده؟ لأن وضحت لنا الجرانة، والجرانة دي فيها إيه؟ مادة الكلوروفيل اللي هنبدأ بيه أول نوع النهاردة في التفاعلات الضوئية. يبقى التفاعلات الضوئية لها مخطط، والمخطط ده نفهمه مع بعض كده برسمة مبسطة جدا جدا جدا. الرسمة ديت بتبدأ بأشعة الشمس. هل الرسمة دي مطالبين بيها؟ طبعا زي ما ارسمها كده ورسمة مبسطة إن شاء الله. أولا بنعمل قرص الشمس كده، يبقى دي الشمس أهي، خلاص. الشمس حينما تسقط على النبات، خلاص، بتوصل لإيه؟ يبقى الشمس بتديني طاقة ضوئية، طاقة ضوئية.
طاقة ضوئية، خلاص بتسقط على مين؟ على الكلوروفيل ألف. فكلوروفيل ألف لما يوصل له طاقة ضوئية بيتحول إلى كلوروفيل نشط. كلوروفيل نشط، ندرب نفسنا على المخطط ده لأنه مهم جدا. كلوروفيل النشط ده بيقوم بحاجتين، ايه هما؟ بيحول لي الـ ADP إلى ATP، وفي فرق طبعا. ATP ديت عملة الطاقة، ADP أدينين أو أدينوزين داي يعني اتنين ثنائي الفوسفات، بتحولها إلى إيه؟ ATP دي بنسميها عملة الطاقة، وبنقول تحمل الطاقة إلى التفاعل اللاضوئي، تحمل الطاقة إلى التفاعل اللاضوئي اللي هناخده الحلقة الجاية إن شاء الله. تاني، كلوروفيل النشط بيعمل حاجتين، بيحول لي ADP عن طريق إمداده بذرة فوسفات. يبقى الفوسفات أما اتضافت طالما كانت اتنين بقت تلاتة، إذا ATP. طيب الحاجة التانية، كلوروفيل النشط بيعمل إيه؟ بيشطر الماء شطر، يعني بيقسمه شطر الماء إلى جزئيه. يبقى شطر الماء، المية معروف H2O، 2H، 2H و O2. O2 خلاص ده الناتج اللي طالع، غاز الأكسجين ينطلق كناتج ثانوي لعملية البناء الضوئي، لعملية البناء الضوئي. ودي من الحاجات المهمة بالنسبة لعملية البناء الضوئي، وهي تصاعد غاز الأكسجين، وعرفنا مصدره منين؟ المية، وليس ثاني أكسيد الكربون. لازم يحدث تتابع في الحاجات اللي احنا بنقولها. طيب الهيدروجين الناتج لو سبناه، طبعا في حب متبادل ما بين الهيدروجين والأكسجين في الكيمياء فعلا مش في الأحياء. معروف إن الهيدروجين عامل مختزل قوي، ينتزع الأكسجين لو لقاه في أي مكان. طب نقضي على العملية دي إزاي؟ بنقول الهيدروجين بمجرد ما يتكون بيتحد مع ناد بي، طبعا الكلام ده شرح بالتفصيل الحلقات الجاية، سيصبح الناد بي NADPH2. يبقى انتزع مين؟ هو بقى اللي سحب الهيدروجين. يبقى الوقت هنا يحمل الهيدروجين إلى التفاعل اللاضوئي، يحمل الهيدروجين إلى التفاعل اللاضوئي، التفاعل اللاضوئي، لأن لو ساب لحظة هيرجع تاني يتحد مع مين؟ مع الأكسجين. إذا ما استفدناش من تصاعد غاز الأكسجين اللي احنا بنحتاجه كناتج مهم جدا من نواتج عملية البناء الضوئي. خلاص الهيدروجين لو انتزع الأكسجين تاني، خلاص يبقى الجزء ده ايه؟ ما عادش ينفع. ولذلك ربنا جعل نوع من الإنزيمات موجودة ناد بي بينتزع الهيدروجين فعلا زي ما الهيدروجين بينتزع الأكسجين، ده برضه اتحد معاه عشان يحمله أو يوصله لمكان تاني اللي هنبدأ بيه التفاعلات الإيه؟ اللاضوئية. وإن شاء الله الكلام ده هيتقال بالتفصيل في التفاعلات الإيه؟ اللاضوئية. يبقى ده احنا هنا دلوقتي عملنا ما يسمى بمخطط للتفاعلات الضوئية. خلاص يبقى الوقت هنا الإنزيم اللي هو اسمه ناد بي انتزع الهيدروجين، الأكسجين انطلق كناتج من نواتج عملية البناء الضوئي. عندي الكلوروفيل النشط، العملية الأولانية حول الـ ADP إلى ATP، وإحنا سميناها بنقول اسمها عملة إيه؟ الطاقة. ده كان اسمه مخطط للتفاعلات الايه؟ الضوئية، مخطط للتفاعلات الضوئية في عملية البناء الضوئي، في عملية البناء الضوئي. المخطط ده مهم جدا يا جماعة، بالطلب حتى في النظام الجديد ان شاء الله ممكن يعمله لي، يسيب لي اماكن لايه؟ للحاجات اللي ممكن املاها. يعني ممكن يعمل له مخطط الطاقة الضوئية، كلوروفيل الف يعمل لي هنا مكان فاضي وده متوقع طبعا، هنا الكلوروفيل النشط بيحول لي نقط الى نقط بالسهم كده، ما يكتبليش حاجة هنا ولا هنا، خلاص
وطبعا بعد السهم ممكن يشاور لي يقول لي ما اسم الناتج هنا. هنا شطر الماء الى نقط ونقط، طبعا في واحدة فيهم هيقول لي غاز ينطلق، ما اسمه؟ يبقى غاز الاكسجين. الغاز الذي يتحد مع الانزيم ما اسمه؟ هو ما اسم الانزيم. خلاص، ويعمل له نقط والانزيم الايه اللي ناتج. يعني المخطط ده ممكن يجي باي طريقة من الطرق اللي ممكن ايه يشتغلوا لنا فيها بالنسبة للأسئلة اللي احنا مسميها أسئلة المهارات العليا. وندرب نفسنا عليها إن شاء الله، بس ناخد أساسيات المنهج عشان الناس بس ما تستعجلش، لأن في طلبة وطالبات مستعجلين. هو ده المنهج الجديد؟ اه ده المنهج، هو بس الأسئلة بس اللي بتبقى ايه مختلفة، ونحاول نبتكر أسئلة. يعني اللي بيحطوا أسئلة ما همش أحسن مننا في حاجة، يبقى احنا هنا نبتكر برضه بقدر الامكان بالاسئله ونعرف الاجابات النموذجيه. بس المحتوى العلمي لازم نعرفه الاول، ودي معلومه لازم اقولها لابنائنا اللي هو الدفعه اللي كانت السنه اللي فاتت مرت بايه باوضاع معينه. يبقى الوقت هنا لازم محتوى تعليمي في دماغنا الاول عشان نقدر يعني نتفوق ونبقى ايه كويسين ان شاء الله. ما تنسوش الاشتراك معانا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، وتعملوا اشتراك معانا علشان يوصل لكم كل جديد. والناس اللي بتبحث ومش عارفة توصل للحلقات اللي فاتت، طبعا نكتب مصطفى رجب خبير العلوم، القناة هتجيلنا، نبدأ نبحث عن الموضوع اللي عاوزينه. عايزين كيمياء فيزياء احياء، نبحث ونبحث عن اسم الحلقة، الحلقة الاولى الثانية الثالثة، ديت ان شاء الله الحلقة الثامنة، وماشيين بالتتابع بإذن الله في الكيمياء والأحياء حتى هذه اللحظة في تانية ثانوي. أولى ثانوي ماشيين كيمياء وفيزياء وأحياء بالتتابع برضو إن شاء الله. ما تنسوش الاشتراك، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.